أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، وذلك غداة إعلان واشنطن أن آلاف من الجنود الكوريين الشماليين باتوا جاهزين للمشاركة في القتال ضد قوات كييف. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحزمة التي سيتم سحبها من المخزونات تشمل أيضا ذخائر جو أرض ومعدات طبية وذخائر وقطع غيار.